أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل حب الصحابة رضي الله عنهم على الترتيب أبو بكر ثم عمر ثم عثمان هذا من أصول الاعتقاد؟ نعم، نعتقد هكذا، نعتقد فضلهم عموما ثم نعتقد فضائلهم خصوصا، نفضل أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم العشرة ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان، ننزلهم منازلهم. نعم.